طيب، صباح الخير. احنا خلصنا موضوع الاستقبال بطرق الثلاث، الاستقبال من اسفل بثلاث لاعبين، تشكيله الثلاث لاعبين، تشكيله الاربع لاعبين، تشكيله الخمس لاعبين دبليو واليو، استقبال الثلاث لاعبين. اليوم ننتقل لموضوع اللي هو الدفاع. احنا نعرف الفريق اللي ما بيدافع ما بيفوز، يعني الدفاع يعتبر من المهارات المهمه جدا 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 عند لاعبين كرة القدم وعند أي لعبة، لأن الفريق المدافع هو الفريق الأقوى. أنك في النهاية أنت لما ترسل راح تكون مدافع، فإذا كنت قادر على الدفاع فراح تكون فريق أقوى، راح تحافظ على إرسالك، راح تستمر في حصد النقاط، وراح تقطع الطريق على فريق الخصم إنه يكون بعملية إيش؟ إنه يكون بعملية إنه ينتقل إرساله، وبالتالي راح يصير في عنده نقطة. عشان هي لازم تكون الفريق عنده تشكيلات في عملية الدفاع، ويكون عنده طرق مختلفة في عملية الدفاع، ويكون في تقسيمة يقسمها المدرب، معطي كل لاعب مهام أثناء عملية الدفاع. لأنه ما بصير إن إحنا نيجي اللاعبين يتوزعوا بالطريقة اللي بدهم إياها. أنا لما نحكي عن مجموعة المفروض إن يكون لهذه المجموعة نمط معين بتقسيمة معينة، بحيث أن المدرب يكون موزع مهام على اللاعبين، لأن كل لاعب لازم يغطي جهة معينة حتى ما يصير في عنا خلاف بين اللاعبين أو لاعبين غطوا نفس المكان في نفس اللحظة. حتى ما يصير هذا الشيء لازم يكون في عنا اللي هو نوع اللي هي تشكيلات الدفاع أو خطط الدفاع. يعني يكون في عنا خطط هجومية وأيضا في عنا خطط دفاعية. هذه الخطط الدفاعية أو الطرق الدفاعية يعني هي اللي بتعطي المجال للفريق إنه ينظم صفوفه بطريقة معينة، بحيث إني أنا بكون بتغطية مكان معين، ثائر بغطي مكان معين، أمين بغطي مكان، وآدم بغطي مكان. بهذه الطريقة لما إحنا كل واحد يكون عارف وين دوره، وين دوره بيبدي، وين دوره بنتي، وين المكان لازم يغطي فيه، راح تكون في هناك يعني تحقيق للإنجاز، وراح يكون في تغطية للأماكن في جوا الملعب. أنت بتحكي عن مكان في 9 متر في 9 متر، في ناس بتطلع بلوك وفي ناس بتغطي، طب وين نروح إحنا؟ المفروض إن يكون في عنا طرق، في طرق للدفاع. هذه الطرق اللي هي اللي بتساعدنا إن إحنا نتعرف نعرف مهامنا في داخل الملعب عشان ما يصيرش في عنا أي خلاف. أول طريقة من هذه الطرق هي بيسموها طريقة الدفاع في ستة متقدم، وسميت بستة متقدم إلى أنها بنخلي اللاعب اللي في مركز ستة، في مركز ستة يكون خلف الصد. إحنا طرق التغطية اللي بنحكي عنها هي طرق التغطية في حال إحنا مدافعين، يعني الهجوم وين راح يكون؟ راح يكون من عند الخصم، يعني سواء من مركز أربعة من عندهم، أو من مركز اثنين من عندهم، أو من مركز ثلاث، أو من منطقة مركز واحد، أو مركز ستة، أو مركز خمسة. فهي التغطية خلف المهاجم، خلف الصد. في حال ما عندنا الفريق بيعمل صد، إحنا وين نروح اللي واقفين وراء؟ لاعب أربعة وخمسة واحد وستة، وين نروحه؟ هذا الطرق اللي إحنا بنحكي عنها، إن المدرب لازم يكون بعملية توزيع اللاعبين. هذه من أبسط الطرق وأسهل الطرق ومن أقدم الطرق، اللي هي طريقة الدفاع بستة متقدم. وهنا يعني شو يعني ستة متقدم؟ إن في لاعب مركز ستة راح يكون بعملية إيش؟ التغطية خلف الصد، فهو بتقدم في المنطقة هذه من شان يغطي هذول الكرات الموجودة هون. بظل أن لاعب مركز ستة واحد وخمسة وأربعة بيكون بالتغطية في المناطق الخلفية. طبعا هذا كيف ما حكينا من اقدم الطرق اللي بتكون الدفاعيه، استخدمت من قبل الفرق الضعيفه لانها اسهل انواع الطرق. ليش؟ لانها تعليمها سهل، مهامها سهله، يعني بمعنى ان طريقه انك انت في المدرسه بدك تروح على المدرسه مستقبلا وبدك تستخدم، فبدك تستخدم هذه الطريقه. ليش؟ بسيط جدا، ما فيها المهام، ما فيها التوزيع، ما فيها التعقيد فيها، حركتها ما في حركات. مو يعني احيانا نحن في طرق الدفاع وفي طرق الاستقبال وفي طرق نتحرك يعني من غير اللاعبين، اماكنهم نعطيهم مهام اصعب،
هذه الطريقة بسيطة، ما بتحتاج إن يكون اللاعب ببذل جهد أو يكون بحركات مختلفة، هذه الحركات تكون يعني صعبة على اللاعب، لا إحنا نعطيه مهام سهلة وممكن يستخدمها مع الفرق الضعيفة إذا كان حائط الصد قوي جدا. أحيانا ممكن إذا كان الصد فريق اللي عندنا عنده حائط صد قوي، لأن أحيانا بكون إحنا مهارة بتكون ضعيفة، وهذا بخلي إيش؟ بخلي الخصم يعني إحنا لما يكون عندنا اثنين بلوك عالي، البلوك هذا تبعهم مميز وبيربك الفريق الخصم، فراح يضطر الفريق الخصم إنه يلجأ للإسقاط، يعني مش ما راح يهاجم، هنا عمل رول بيعمل طبات إسقاط، فإحنا بندخل هذا اللاعب في هذه المنطقة من أجل يكون بعملية إيش؟ بعملية دفاع خلف الصد من أجل الكرات الساقطة أو الكرات اللي بتكون خفيفة خلف البلوك. ممكن استخدمها للكرات العالية لكن صعب تستخدمها مع الكرات القصيرة. هذه الطريقة كلمة من أقدم الطرق، طريقة تناسب الفرق الضعيفة، تناسب الفرق المبتدئة في التدريب، لأنها مهامها بسيطة جدا. لاحظ هنا قدامنا، خلينا نبلش من هنا. إذا كان الهجوم من هذا المركز، من هذا المركز ماشي، يعني الهجوم من مركز أربعة، الهجوم من مركز أربعة، أنا أما اللاعبين اللي لازم يكون في البلوك، اللاعبين لازم يكون في البلوك يا آدم اللي هم ثلاث واثنين، هذا المهمة الأولى ولا لا يا آدم؟ تمام دكتور. إذا الهجوم من مركز أربعة اللي بيكون في البلوك لاعب مركز ثلاث ولاعب مركز اثنين، إحنا شو كنا؟ ستة بتقدم خلف المهاجمين مشان يغطي هاي المناطق، أربعة بظل تقريبا في مركزه ماشي، خمسة بظل في مركزه، واحد بظل في مركزه. شايفين شو كنا؟ ان هذه الطريقة ما بتعطي مهام كثيرة، ما بتعطي مهام. شوف المناطق هذه، هذه المناطق يفترض المظللة، يفترض ان لاعب الصد هو اللي يغطيها، يعني احنا البلوك تبعنا لما نطلع البلوك في الهواء المفروض انه يغطي مساحة من الملعب، المفروض انه يغطي مساحة في الملعب، فهذه المنطقة المظللة راح يكون من مهام البلوك انه هو اللي لازم يكون بهذه العمليه. لاحظ هذه الاسهم اللي قدامنا بتقول لك التحركات اللي بده يتحرك فيها اللاعب، يعني الكرات اللي بتيجي، طبعا اللاعب ما بغطي المكان تبعه بس ان الكره تيجي عندي، فيش شيء الكره الطائره الكره بتيجي عندي، في شيء ان الكره راح تيجي لامامي 4 مترين 3 مترين 3، لازم اللاعب يغطي مساحه بمحيط مربع، يعني ان انا هذه المناطق اللي قدامي الي وهذه المناطق اللي جنبي إلي، نفس الشيء هذا اللاعب بأخذ هذه المناطق وهذه المناطق، نفس الشيء هذا اللاعب، نفس الشيء هذا اللاعب. فهذه الطريقة بطريقة الدفاع في ستة متقدم، ستة متقدم ثبتنا اللاعبين في مراكزهم بحيث أن هذا اللاعب أخذ المنطقة اللي راح البلوك ما يغطيها، هذا اللاعب في مركز أربعة برضه غطى المنطقة اللي ما فيها بلوك، مركز خمسة ساعد في نفسه، إذن أربعة غطوا منطقة وخمسة في المناطق اللي غير مظللة اللي البلوك تبعنا ما راح يقدر يغطيها. ماشي؟ في حد عنده استفسار كيف وقفنا اللاعبين؟ هل ثائر؟ دكتور واضحة، بس رقم ستة يعني هو ما بيستقبل صح؟ لا بدافع، لا بدافع مثلها الجميع، الجميع في الدفاع يا محمد، في الدفاع غير على الاستقبال، في الدفاع جميع اللاعبين بيقوموا بعملية الدفاع، حكيت لازم الجميع المعد وجميع الجميع، لأن هذه مهمتي الأولى، لازم مهمتي الأولى إني أنا أقوم بعملية الدفاع، هذا هجوم فيها حكيت إذا جت علي الكرة غصب عني بدي أدافع حتى لو كنت المعد، فهم علي؟ غير الاستقبال، الاستقبال إحنا ما بنخلي المعد يستقبل، بس في الدفاع لازم المعد والجميع يدافع، اي واحد يجي عليه الكره في هجوم قوي ما بتقدر تدش. واضح؟ واضح واضح. طيب اذا هذه لما يكون الهجوم من مركز اربعه من عند الخصم، ثلاثه واثنين هم اللي بيكون بعمليه الصد، سته بتقدم
خلف المهاجمين، أربعة بيرجع لهذه المنطقة بغطي هذه المنطقة، خمسة بظل حافظ على منطقة بحيث إنه بيتحرك في المنطقة اللي ما بغطيها البلوك، واحد نفس الشيء بيتحرك في المنطقة اللي ما بغطيها البلوك. طيب الهجوم من مركز اثنين، من مركز اثنين، يعني البلوك عندنا من مركز شو؟ مركز أربعة. الهجوم من أربعة واحد، الهجوم من وين؟ اثنين. مركز اثنين، مركز اثنين. طيب في هذه الحالة اللاعبين لازم يقوموا في الصد يا فارس. أنا ما فارس أربعة وثلاث، أربعة وثلاث، أربعة وثلاث هم اللي بيكون بعملية الصد اللي على الشبكة، أربعة مركز أربعة وثلاث، ولا لا فارس؟ شو رأيك فارس؟ آه دكتور معك، أربعة وثلاث بيكونوا بعملية الصد، وبالهجوم حكيت شو اسمه؟ مركز اثنين. ما مركز اثنين وسنة. مركز اثنين وخمسة. طيب هذول اللاعبين ثلاثة وأربعة راح يغطوا مساحة من الملعب، فإحنا بنرتب اللاعبين في مناطق اللي ما راح يغطيها البلوك، اللي هو لاعب مركز اثنين بيرجع، لاحظ بيرجع في هذا المكان اللي يغطي الكرات اللي تيجي، إذا كان لاعب متمكن وقوي جدا يضرب في هذه المنطقة فبدأ يغطي هذه المنطقة. لاعب مركز واحد بتوجه لمنطقة هذه الزاوية الموجودة هون اللي هي خارج المنطقة المظللة من أجل يغطي الهجوم اللي بيكون في آخر الملعب، ولاعب مركز خمسة نفس الفكرة بيجي فيه. وهذا الأسهم اللي قدامنا بتورينا الاتجاهات اللاعب أو المنطقة المساحة اللي اللاعب ممكن إنه يغطيها. نفس الشيء المركز واحد إلى مهام ومساحة، ومركز اثنين نفس الشيء إلى مهام ومساحة. بهذه الطريقة يعني بنحدد إحنا للاعبين شو الطريقة اللي ممكن إن إحنا يعني نغطي فيها، وكيف نوزع للاعبين أماكنهم، وكيف إن إحنا نقدر نعطي كل لاعب مهامته الخاصة بدون ما يصير في تعدي من لاعب على لاعب آخر. لاحظوا إن المنطقة المظللة هذه منطقة افترض إن البلوك طبعاً ستة متقدم. ليش سموها ستة متقدم؟ ستة بتقدم لأن ستة بيكون دائماً خلف البلوك يغطي. وين بنستخدم هذه الطريقة؟ في حالة الهجوم من الخصم، في حالة الهجوم من الخصم من رقم اثنين، من مركز اثنين. صحيح، من مركز اثنين. نروح على في حد عنده سؤال هنا على الموضوع هذا؟ كيف احنا بنغطي لما الهجوم يكون من مركز اثنين؟ فش ماشي دكتور، بس وظيفة رقم ستة، مركز ستة، مركز ستة ماله؟ مركز ستة في حالة، بس في حالة الهجوم هو بيكون متقدم صح؟ هذا كل الشغل هذا نحكي فيه، احنا ارسلنا للخصم والخصم بده يهاجم علينا، بمعنى ان احنا واقفين نستنى هجوم، هجوم من مركز اثنين، هجوم من مركز اربعة، بيكون في الدفاع يعني. ايوه بيكون بعملية الدفاع. كيف احنا شو الطريقة اللي استخدمناها؟ طريقة ستة متقدم، يعني ستة بيدخل على المنطقة اللي خلف البلوك مشان يغطي الكرات القصيرة. احيانا احنا في الهواء نطلع بنسكت الكرة، نسكت الكرة ما بنهاجمش، يعني مش انه كبس بس دكتور. مش مش مركز بيكون البلوك انه مسكر على المنطقة اللي فيها مركز رقم ستة، يعني انه ما في له داعي كبير مركز رقم ستة، ما في هجوم إلا. ما في هجوم، ما حدا بضربها. بس شوف يا عندك انت ممكن تحمل تلعبها اصابع قصيرة، مش بصير هذا الحكي يا أنس؟ دكتور، ففي هذه الكرات القصيرة إحنا لما نشوف الفريق نستخدم هذا الأسلوب إحنا بندخل لمركز ستة. هذه طريقة أسلوب يعني مو، وهذا كنا نستخدموها ليش مع الصغار. أنا لو بدرب فريق صغار ومحل تشم مثلا، أنا اللاعب اللي بلعبها المعد، أنا بخلي المعد دائما، دائما بخلي المعد اللي يغطي في هذا المنطقة. عارفين ليش؟ عشان اللاعبين بحب يضرب، بحب يهاجم، فأنا بدي المعد يظل في هذه المنطقة وجاهز وكريب ليش؟ للإعداد تبعه، اللي مجرد ما حدا دافع الكرة على طول يدخل مشان يبني هجمة جديدة. لكن أنت بس ببساطة خلي اللاعب في مركز ستة هو اللي يدخل يغطي هذه المنطقة. طيب إذا المعد، إذا الهجوم صار من مركز ثلاث، إذا الهجوم صار من مركز ثلاث، الكيس في هذه الحالة، في هذه الحالة ممكن نطلع ثلاث بلوك، ممكن يطلع واحد بلوك، ممكن يطلع اثنين بلوك،
ممكن يطلع ثلاثة وأربع بلوك، يعني ممكن يطلع ثلاثة بلوك. هذا المشكلة على كل الحالات، إذا طلعنا ثلاثة بلوك أو شيء في الطابات القصيرة راح هذول الثلاث ظلوا على الشبك. ليش؟ لأن الطابة قصيرة، بمعنى إنه ما راح نلحق اللاعبين إنهم يأخذوا وقت ليرجعوا في هذا الأماكن يغطوا. فأنا بدي أفترض إن الثلاث طلع بلوك، أربعة وثلاث واثنين، مركز أربعة مركز ثلاثة واثنين، أو الهجوم خلفي، أو الهجوم خلفي، الهجوم في المنطقة الخلفية. فأعطوا ستة بكرر في هذه المنطقة، فيما لو قام أحد اللاعبين بعملية الإسقاط، إسقاط مشان إيش؟ يأخذ عملية الإسقاط، ولاحظ الأسهم بتكون بغطي بهذا الاتجاه وبغطي بهذا الاتجاه. لاعب مركز واحد لازم، هذا اللاعب اللي هان يا جماعة لازم يكون ذكي، سواء اللي هان ولا اللي هان. يعني مش ما في شيء اسمه مكان، ما في شيء اسمه في التدريب التوقع، واللاعب لازم يقرأ حركات الخصم ويتوقع حركات الخصم. ما تكون المدرب قال لي وقف في هذه النقطة بالضبط، أحيانا هذه النقطة بتصير هون، أحيانا بتصير هون، أحيانا بتصير لآخر الملعب. يعني أنا بدي يكون في عندي قدرة، يعني الدفاع التوقع فيه أهم عنصر من أهم مهارة، وصارت يعتبروها في كرة الطائرة هي المهارة رقم سبعة، مش عندنا ست مهارات في كرة الطائرة، صار يعتبروا مهارة القراءة أو التوقع هي المهارة السابعة في من مهارات كرة الطائرة. ليش؟ لأن أنت إذا بتقرأ تحركات الخصم معناها أنت عندك قدرة أنك أنت تقدر أنك أنت تتحرك قبل ما الخصم يكون بالأداء تبعه. فأنت مجرد ما شفت الخصم حي إذا بهذه الطريقة بتعرف أنه تقدر توقف في المنطقة الصح السريع، توقف في المنطقة الصح، مش بس في كرة الطائرة، هذا الحكي هذا المفروض في كل الألعاب، إنه يبقى عندك قراءة لحركات الخصم. فشاهد شو بقول أنا هنا بالنسبة لها مضبوط، هاي إحنا هذا بهذه الطريقة وقفنا على مركز واحد هون ومركز خمسة هون. هذا اللاعب كيف بوقف؟ أنا لازم أشوف الصد في اللحظة اللي أنا بكون واقفها، في اللحظة اللي بشوف فيها المهاجم معناها المهاجم الصد مش قادر يغطي المنطقة اللي بتشوف فيها المهاجم. بمعنى رد نرجعها، هذا المهاجم ليش وقف هذا ليش وقف هذا المنطقة؟ أنا وأنا مدافع بمشي بهذا الاتجاه، بمشي خطوات سريعة، اللحظة اللي بشوف فيها المهاجم معناها البلوك مش قادر يغطيه، إذا وقف في المكان اللي بتشوف المهاجم. يعني ماشي بوقف في هذه المنطقة بحدود هذه المنطقة، بس المكان لازم بصيرش أنا وقف في منطقة مش شايف فيها المهاجم. بمعنى ده أنا مش شايف المهاجم، شو يعني؟ معنى أنا واقف في منطقة البلوك. يعني إذا أنا بوقف هار هذه المنطقة، لاحظوا هذه المنطقة راح يكون البلوك مغطى علي، أنا ما راح أشوف المهاجم في هذه الحالة. فأنا لازم أوقف في منطقة ما أشوف فيها المهاجم، لازم أشوف فيها المهاجم، ما بصير أوقف في منطقة ما أشوف فيها. دكتور في حال وقف بالمنطقة اللي بيكون مغطى عليها البلوك أصلاً صعب كتير إنه يوصل طباطة هاي المنطقة، مش راح يطول على الفوق بالزبط. يعني إحنا بنصير نقول إن هذا اللاعب وقف في منطقة أصلاً هي مغطى، أصلاً هي حدا يعني غطيها البلوك، هان هذه المنطقة المناطق المظللة هذه المناطق فيها بلوك، ما استفدنا منك أنت لما تيجي توقف هان أو إنك أنت تيجي توقف في هذه المنطقة أو في هذه المنطقة. يعني إحنا وزعنا اللاعبين بحيث إن أعطينا البلوك هاي المناطق، أعطينا مركز واحد هاي المنطقة شايفينها، هاي هذه اللي راح يصير منها هجوم، هذه اللي راح يصير منها هجوم، وأعطينا لاعب مركز أربعة هذا المنطقة بنفس الطريقة في مركز لما يكون الهجوم مركز اثنين، أعطينا هذا اللاعب مساحة يغطيها هذه المساحة، وأعطينا هذه المساحة، وأعطينا أيضا هذه المساحة، وخلينا المساحة المنطقة هاي للكرات المسقطة للاعب اللي هو مركز ستة في كل المناطق مركز ستة، بالإضافة ثلاثة وأربعة واثنين وثلاث، وهنا هذا المناطق المضللة المفروض البلوك يعمل على تغطيتها بكل بلوك. يعني طبعا البلوك كل مكان عالي وبتوقيت مناسب، لأن البلوك أساس التوقيت، أساس البلوك التوقيت، وين تطلع مع المهاجم هذا أهم نقطة، وين تطلع مع المهاجم قبله ولا بعده ولا معه، هذه أهم نقاط لازم يركز عليها لاعب البلوك في المنطقة. في حد عنده سؤال على التغطية في مركز ستة؟ ستة دكتور
احضر. بدي أسألك، هي المنطقة الفارغة اللي قدام رقم واحد رقم خمسة في جميع التشكيلات ها مسؤول عن، لا هاي المظللة، ها، المسؤول، أيوة المسؤول عن تغطيتها بده يكون رقم واحد وخمسة. المسؤول عن تغطيتها في الهجوم اثنين وثلاثة وستة مثلا، ها يعني اديهم هذول يكونوا مغطين في الهجوم. فاحنا شو افترضنا ان هذه المناطق لازم تكون مغطية، بس اذا كانت كرات قصيرة اسقاط مثلا لعب طابة سهلة في اخر الملعب، هذول اللاعبين هم اللي بدهم يتولوهم. ضربت في البلوك، ضربت في البلوك، الطابة وجدت في هذه المناطق، هذول اثنين لازم يغطوه، لازم يكون عندهم قدرة سرعة رد فعل طول الكرات. نفس الشيء هذا المنطقة عشان يضحى طلع لهم أسهم، لكن هم بوقفوا للهجوم المباشر اللي ما البلوك بده ياخذ، بوقف في هذه المناطق الهجوم المباشر. واضحة؟ واضحة دكتور. في حدا عنده استفسار إشي عن موضوع المشي تغطية في ستة متقدم؟ يا جماعة أنا إذا سمعت إنه ثلاثة تحركات هم كل على الستة متقدمة، مش فاهم. بقول لك الرسمات هذول الثلاثة القدام لها تحركات الستة متقدمة. هذول إذا إحنا كفريق، أنا كمدرب علمت فريقي إنه يغطي الكرات، إنه يكون طريقة تغطية الكرات بطريقة ستة بتقدم. في طرق ثانية طبعا، احنا اليوم بس بنقول طريقة تغطية الملعب أثناء الهجوم من الخصم بطريقة ستة متقدمة. لاعب مركز ستة على طول بيجي بوقف هذا المنطقة، بيجي بوقف هذا المنطقة. أنو لاعب مركز ستة؟ أي لاعب موجود في مركز ستة، ماشي، بيجي باقي اللاعبين بتوزعوا بالطريقة الموجودة قدامنا. طبعا هذا الحكي بصير عليه تدريب، وبصير إنه خلينا نوقف هون ثلاث مهاجمين وبنخلي اللاعب يصير يهاجم مره، هاجم من اربعه، وقفه صح، تعال كيف ندربهم، نصير نخليهم يضربوا من هون. في البدايه اللي بنلعبها بطريقه بسيطه، انه يا عمي تعال بحط مهاجم بس بنركز على مركز اربعه، وقفه صح، اللي تشيلها في مركز اربعه وثلاثه واثنين واحد نفس الشيء، نفس ما بوقفوا الطريقه العاديه. لما يصير الهجوم على طول هذول اثنين بيجوا هم للبلوك، لاعب سته بتقدم هون، لاعب مركز أربعة بدل ما واقف على الشبكة عشان البلوك بيرجع في هذا المكان، لاعب خمسة بيتقدم في هذه المنطقة، واحد بيتقدم في هذه المنطقة. شوي شوي اللاعبين يعني بصيروا يتعلموها مع اللي هو تكرار الأداء. برد أجيب لاعب من هذا المركز بكل هاجم 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 هاجم، اللاعب بتوقف اثنين وثلاث وأربعة وستة وخمسة وواحد بالطريقة. لما يصير الهجوم على طول بكرر ثلاثة من اثنين بيعمل بلوك، اثنين بيرجع ثلاثة من أربعة آسف، اثنين بيرجع لهذا المكان في هذه المنطقة مشان يكون بعملية تغطية الهجوم خلف البلوك، ستة على طول بيدخل هون، وواحد بيرجع في هذه المنطقة مشان يغطي، وخمسة في هذا المكان نفس الشيء. نفس الطريقة بلعب من ستة أو بلعب من ثلاث، بخلي اللاعبين توقف في اللحظة اللي بيرتفع فيها الكرة، ثلاثة ثلاثة وأربعة بيقدموا مع بعض وبيعمل بلوك، لاعب ستة بتقدم خلفه مشان يكون بعملية التغطية، واحد بغطي هذه المنطقة وخمسة بغطي هذه المنطقة. في حد عنده استفسار على الموضوع ولا واضحة؟ واضحة دكتور. يا سيدي إن شاء الله بتكون واضحة، وإنه يعني إن الأمور تكون تمام. أي حد في الحال، أي حدا عنده استفسار على الموضوع بيقدر يستفسر، وبيقدر يودي لي يعني سؤال. بتحضر الفيديو أنتم وبتشوف شو في مجال.